الصطافيط تجي داخله لهنا يبقاو يلصقوا فيها من اللور. انتما اللي كتلصقوا في الصطافيط؟ احنا يا وقالين دراري معانا. لا كا ابراهيم يلا صافي نضرب عليك اضرب لك الصطافيط من اللور. عندك تقيسنا بالرش. صبر سير عندك تقيسنا بالرش صافي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي دايرين مزيان؟ السلام اخويا بخير. نتوما ملاح كلشي هو هذاك؟ الحمد لله. قول لي نتوما ولاد التوريرت ياك؟ بغيت قول لي بغيت نسولكم يعني الاجواء كيفاش كتفوت هنا في هذا السوق المحروق بصفه هذا السوق المحروق يعني هو البلاصه المتنفس الوحيد فين كيجيو الناس يعني والدراري ولاد التوريرت يعني يفوجوا ويضحكوا وكذا. خويا اسمعني نقول لك مع هاد العربيه هنا ما عندك ما تعيش معاهم شي اجواء. هذا بعد لي هذا الراس صاحبي واحد الودن ديالو طارت له باش تخيل عاد قبيله طيروا له ودن مسكين صقط في السبيطار صافي تجي داخله لهنا يبقاو يلصقوا فيها من اللور. المهم اخويا اسمعني نقول لك عالم حريره في الصناج حريره في الصناج. وهذا خينا اللي قلت له ودنو طارت باش طارت له ودنو ولا خويا شي حساب هنا قال لك مصاحب لي مع بنت عمي جا الله جبد له مواصل ودنو طارت ما عرفناش كي نديرو كاع حاضرين عليها ليها ما خينا زماطو عاد ثاني وكيدور بيا كاع يبارك لا كاع تقى بهاي خينا زماطو عاد ثاني وكيدور بيا كاع يبارك لا كاع تقى بهاي اسمو سيطا اسمو يعني كل ليله هذا الشيء كل ليله كيتكرر هذا الشيء هنا الدراري كيضربوا ليه بالحجر هنا فهمت الدراري غير يجي فايت الحجر الصم الصم دابا كاين الجزائر ما بين القنطره والسوق المحروق اسمو كاين اسمو كاين الجزائر الجزائر حرب بين الحومات كيتجمعوا هنايا وكيكوماسي الحجر قال لي كان عنده شي حساب تلاقى هنا في هذا السوق المشوط هذا ديما انا كل رمضان يعني ديما السيوفا خويا هادو اللي كيصوموا هنا في النهار با يعني غير كيفطر ويكون ماسيتيري في الحجر هما ديك الخمسة دقائق ديال قبل ما يودن من هذا تشوف فيه قال لك علاش كتشوف فيه هذه هي اللي كي والله يهدي بخلك الله يهدي بخلك تحياتي لكم الله يحفظك عندك يشدك بو مارطة قول لي بغيت نسولكم واه سول اسمو كيبقى حنايا في الليل هنايا في السوق المحروق راك عارف الصداع والمشاكل وبنادم يجبد على صاحبو الموس راك فاهم تخيل عاد قبيله طيروا له ودن مسكين صقط في السبيطار داو لصقوا في الصطافيط انتوما كتلصقوا في الصطافيط احنا يا وقالين دراري معانا وكدا سميتك نتايا انا سميتي حسان وصاحبك سميتو صاحبي محمد صافي غدا غادي يجيب الحميمة عندكم للدار صافي مرحبا يجي يفطر يا بغا يجي يفطر مرحبا بك كاين الفطور كلش العصير الكومير الباكيت خلي السيد يهضر اصاحبي هذا ماشي شتي مالا شتي ولي شنو الريستوران واه ديال راس العام كنسقلها وهي ديال راس العام اه ودخينا قال لك اخويا حنا غير مبليين وكذا والله حرام الخوت هادشي كامل اللي قلنا لكم في هذا الفيديو هادشي كامل راه غير سلوكيه كنا طارقين راه ما كاين لا سيوفا لا ودن لا والو غير بغينا نضحكوا معكم شويه بغينا نطلبوا السلوكيه نضحكوا شويه في هاد العواشر وصافي يلاه تحياتي لكم الخوت هذا راه ولد التوريرت وكيدير واحد المحتوى في اليوتيوب الا بغيتوا تدخلوا تعاونوا معاه هذه هي القناه ديالو.